السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد مع أكاديمية يوريكا. وبازدياد الشهادات المتعلقة بإدارة المشاريع، طبعا تبقى شهادة البي ام بي Project Management Professional هي الشهادة الأولى صراحة، كانتشار وكقيمة للشهادة. لكن الآن في يمكن سبيشال كيسز، لما احنا بنحكي عن الناس حسب الليفل تبعهم، حسب الاندستري اللي هم فيها. فمثلا إذا أنا بادي الكارير تبعي فلسه أنا ما عندي خبرة، فبتكون كاب ام اللي هي سيرتيفايد اسوسييت ان بروجكت مانجمنت، مشارك معتمد بإدارة المشاريع، هي خيار جيد. طيب إذا كان الشغل تبعي بمجال الاي تي والسوفت وير بروجكت، وبالتالي عم نتكلم على اجايل، هون بتصير كثير مهمة سيرتيفيكت الاي سي بي، بي ام اي اي سي بي، اجايل سيرتيفايد براكتيشنر. طيب الناس اللي شغلهم بتركز اكثر حول البروجرامز والخبره تبعتهم بتاهلهم للبروجرامز، طبعا نعرف يعني البروجرام اتس ا هاير ليفل، فبالتالي بي جي ام بي سيرتيفيكت بتكون يمكن فكره جيده، خيار افضل. وطبعا التيميتلي الناس بيشتغلوا بالبورتفوليو مانجمنت، ممكن to go for the portfolio PFMP certification. تمام. الآن في sub accreditations، خلينا نحكي عنهم بالفيديو القادم إن شاء الله. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم دائما. This is Eureka Academy.